صباح الخير أستاذ هاني ناظر، الفنان الكبير المتألق المخرج والممثل، وله صفحات وأيادي بيضاء في الفن وفي كل شيء يخص الوطن ويخدم الوطن والمواطن. وأهنيك بالعيد الفطر، الله يجعله عيد سعيد ويبلغنا ويبلغكم الهنا والسعادة، ولا فاقدين ولا مفقودين، وكل سنة وأنت بألف خير، وعيدك سعيد الفنان الكبير هاني ناظر، الأميرة الشاعرة جوهرة الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة عيد الفطر المبارك، يشرفني أن أرفع أصدق التهاني وخالص التبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو عهده الكريم، وللشعب السعودي عامة، ولسفير الفن السعودي المبدع دائما الدكتور هاني ناظر. أتمنى لك المزيد من التقدم والازدهار والنجاح في انتظارك دائما، ولك مني كل الاحترام والتقدير. تقبل تحياتي الإعلامية ميثاء إسماعيل، مكة. وبركاته. هذا الإهداء لسعادة السفير الدكتور هاني ناظر، سفير الفن السعودي، الصديق العزيز المحترم العزيز على قلبي شخصيا، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم جميعا بالخير والبركات. أتمنى لسعادة السفير الدكتور هاني ناظر وعائلته الكريمة وأحبائه جميعا أن يعيدوا عليهم جميعا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. تحياتي لكم، أخوكم الدكتور عماد شعات. حبيبي الأخ والصديق والزميل في مشوار الفن والإعلام الطويل الفنان الدكتور هاني ناظر، سفير الفن السعودي، أحب أهنيك في هذا العيد المبارك، وأرجو أن يعيده الله علينا وعليكم وعلى الجميع بألف صحة وعافية، وأن تزال هذه الغمة وهذه الجائحة عن ديارنا وديار المسلمين بشكل عام، وإن شاء الله يا رب أيامنا كلها بعد ذلك أعياد. دكتور هاني ناظر، سفير الفن النظيف في السعودية، كل سنة طيبة حبيبي، وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك، ربنا يعيد عليك الأيام دايما بالخير يا رب. وأنت مثال وقدوة لكل الفنانين اللي يحملوا صدق وقلب نظيف، كل سنة أنت طيبة دكتور. وانت بخير يا والدي الطيب. تحية طيبة يا والدي. أبا العيدية، كل عام وانتم بخير وهذه العيدية. شكرا. العيد قلت العيد أنستينا، قلت العيد أنستينا، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. عيد سعيد يا رب على جميع الأمة الإسلامية والدول العربية، كل سنة ومصر بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. عيد سعيد يا رب على جميع الأمة الإسلامية والدول العربية، كل سنة ومصر بخير، والسعودية والمغرب والعراق وجميع الوطن العربي ألف خير. تحية خاصة للفنان الكبير النجم العظيم سفير الفن السعودي طبعا أستاذنا الكبير هاني ناظر، كل سنة وحضرتك طيب، وعقبال يا رب سنين كتير وانت دايما في المجد. شكرا ليك ويا رب أكون أعجبتكم، وعيد سعيد.
هدول فاهمين غلط، هدول يحسبوها ميت يا ابويا. قول لهم نايم. ابو سيدي ابو سيدي رجلك ابويا، الله يخليك يا ابويا. قول لهم قول لهم حامل، قول لهم قول لهم. بعدين حتعرف يا محمد. نهي ما تلعبيش بي. الدنيا ودها الذيب، وإن ما كان ذيب تاكلك الذياب يا مزنة. إلا هذه ما تخفي العبي فرد الضحك فيش عسى الله يخلي أيامك كلها أنا وسعاد. أروح أجيب لك الحلو يا الحلو على منك. الفنان القدير وسفير الفن في السعودية الفنان هاني ناظر. أولا وإحنا في العشرة الأواخر من رمضان أحب أقول لك رمضان كريم عليك، ودخلنا على العيد، فكل سنة وإنت دايما طيب، إنت وأسرتك وبخير دايما. تاني حاجة إنت وحشتني جدا، وأتمنى بعد الغمة دي ما تنزاح بإذن الرحمن، إنك إنت تيجي تنور بلدك التانية مصر وتشرف بيك هنا. كل سنة وإنت طيب يا غالي، وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك، ونشوفك دايما متألق كعادتك. تحياتي ليك الفنان عمرو يسري. شخصية جديدة، إحنا في زمن البشوات مع الطربوش، إحنا بنلعب بإيه؟ في زمن البشوات، دي بقى الشخصية الجديدة. احنا بنلعب زمن البشر ده بقى الشخصية. فرعون قال قدماء المصريين ان المسرح بدأ من حركة الفراعنة القديمة، لانه كان فرعون، وانه كان يأخذ تذاكر من الناس في الصالة النظارة والمسرح ويتقابلون مع فرعون. هذا قول المصريين بداية المسرح. ويلكم. طبعا تجسيد الدور في التمثيل يهتم في البعد المادي والشكل والملابس والاكسسوارات، والى فن التشخيص نحلق. لا تصدق ان النجوميه جيك وشهره جيك، صناعه السينما، صناعه النجوم في هوليود، اصنع نفسك. لا تسوي لنا فيلم هندي. طبعا فيلم هندي شد بليود الان اختلفت. هوليوود في أمريكا أرفع جائزة سينمائية هي الأوسكار. هذا المقطع القصير في هذا العيد الجميل 2020 لسفير الفن السعودي الدكتور هاني ناظر، بكل حب وفاء، كل عام وإنت وأهلك كلكم بخير، وإن شاء الله نشوفك دائما في تألق يا فنان. تلميذك أسامة الأفغاني. بدأنا بمين؟ بالدكتور هاني ناظر اللي هو سفير الفن السعودي كأول فنان هنا في السعودية وفي سنابي. طبعا الدكتور هاي ناظر له محبة خاصة، وإن شاء الله لو مسكت برنامج زيه حق رامز بإذن الله أول واحد حستضيفه هو، لأنه يا ملطشني على المسرح، مسوي ما شاء الله عليه أخلاق ورزق، لكن إن شاء الله قريب. جدة سوبيا وفول وشربة وسمبوسة، يا لبي جدة سوبيا وفول وشربة سامبوسة. لحنت لك هي مع الجوع. الفنان هاي ناظر، الفنان محمد بخش الكباني، هذول كلهم كانت أمورهم حلوة، حتى المؤلفين كانت يعني أشياءهم هادفة وحلوة. إحنا حاليا نفتقد على قولهم النصوص الجميلة والجديدة. يعني خلينا نتكلم إنه إحنا دحين إلى الآن ما زلنا في الدراما العادية، نبغى نطلع لأفلام سينمائية، يعني نبغى ضجة إعلامية، نبغى أشياء نطلع نبي نغلب امريكا واوروبا بوليوود وهوليوود ودي كلها، يعني فهمت علي؟ هذا اللي نبغاه احنا بصراحه. طيب. عندنا امكانيات بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، ونحن معهم باحسان الى يوم الدين. ابعث الى اخي الفنان اسامه افغاني ابو محمد التبريك والتهاني، واول شيء اقول لك منور الشاشه، شفت لقائك في رمضان ويوم ميلادك في رمضان، شهر مبارك كريم.
إن شاء الله بطاعة الرحمن وتطول بالعمر المديد بطاعة الرحمن مزيد من التألق الممثل والموديلز الفنان ويحفظ لك محمد وعائلتك الكريمة. إن رمضان سيد الشهور، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وأقول لك كل سنة وإنت طيب. الجميلة وأعمالك الدرامية على مدار 30 سنة مع نجوم عرب ونجوم في مصر، كل عام وحضرتك بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنتهز هذه الفرصة تحل علينا أيام مبايعة فخامة وسعادة جلالة الملك محمد بن سلمان وسعادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. كل عام هم بخير، وكل عام والشعب السعودي بخير. مبايعة فخامة وسعادة جلالة الملك محمد بن سلمان وسعادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. كل عام هم بخير، وكل عام والشعب السعودي بخير. ونلقاك إن شاء الله على خير في القاهرة، قاهرة المعز. المستشار الإعلامي سيد حمودة، جمهورية مصر العربية، كل عام وأنت بخير. سعادة السفير، سفير التسامح والسلام، الدكتور هاني الناظر، كل عام وحضراتكم. تهنئة عدوية للدكتورة الفخرية الثالثة. حبيبي يا عسى انت اللي عسى. حبيبي احلى نجم في مصر، احلى نجم الانسانية. اليوم ولله الحمد السماء بروزناها. اشارككم الفرحة اليوم 19 اغسطس 2019 من كلية الدراسة ومعهد الدراسات والوطنية، تم منحي الدكتوراه الفخرية الرابعة. قبلهم كانت الجامعة الأمريكية في القاهرة 2015 والمبادرة العربية في الأردن 2014 الدكتوراه الفخرية الأولى، أيضا من جريدة وموقع انت الافراح بروحي وانت الطيب جروحي، انت الافراح بروحي وانت الطيب جروحي، انت وجهك مثل الماس، انت اجمل كل الناس، انت قلبك مثل الماس، انت اجمل كل الناس. لايكي اي طلع برا لا 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 لا، اي طش زيارة لا 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 لا، اي طلع برا لا 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 لا، اي طش زيارة لا 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 لا، اي تسليم بواسلة لا 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 بيدك لا 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 لا. خلنا نعدي الأيام على خير وأمان وسلام، ما بدنا نعيش بألم ولا خوف ولا خوف من الأيام. خلنا نعدي الأيام على خير وأمان وسلام، على خير وأمان وسلام، ما بدنا نعيش بألم ولا خوف
ولا خوف من الأيام. بابي دق 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 قلت مين عالبيبان دق قال لي افتح أنا صبحي قلت له يا اللي افتح أنا صبحي قلت له يا قلبي لا جاي ليه يا صبحي ما سمعتش بالحجر الصحي من كام قناة طلع الوزير كررها كتير خليك بالبيت